إنه الجسم البشري لا يمكن تجزئته إلى أجزاء والتعامل مع كل جزء على حدة، هذا هو موضوع الليلة. خطوط الطاقة داخل جسم الكائن الحي، سواء كان الكائن الحي بشرياً أو حتى أدنى أشكال الحياة الخليل، لا يمكن تجزئتها والتعامل معها بطريقة منفصلة، فهي كل في واحد، كما أن الكون أيضاً كل في واحد. فخطوط الطاقة داخل الجسم الحي لا يعترف بها الكثير من الطب التقليدي، ولكن الطب الصيني، الصينيون مارسوا هذه النوع من المعرفة واستفادوا منه كثيراً، والآن يجري إحياؤه في العديد من دول العالم. الدكتور سمير مصطفى كما حدثنا عن الطب الصيني استعمال الأبر، وحدثنا عن التطهير الحيوي detoxification، سيحدثنا اليوم عن خطوط الطاقة داخل الجسم الحي، وهي خطوط غير مرئية. هناك أيضا يقال بأن خطوط طاقة حتى في الكرة الأرضية، هناك مسارات يمكن اتباعها، هناك أماكن مشحونة بالطاقة الموجبة، وأماكن فيها كمية من الطاقة السالبة، فهذه الأماكن تكون عامل طرد وعامل الإطاحة بالتوازن البيئي. الآن بالتأكيد نحن كلنا نبحث عن العامل الإيجابي في الجسم البشري أو في أي شيء آخر. فسيحدثنا في الجزء الأول من محاضرته عن خطوط الطاقة وارتباطها ببعضها ببعض، بمعنى أنه إذا كان هناك ألم في مكان ما من الجسم، لا يجري البحث عن مصدر الألم في هذا الجزء من الجسم فقط، وإنما يتم تتبع مسار الطاقة في هذا الجسم، وممكن معالجته، معالجة الرأس من القدم أو معالجة الأحشاء الداخلية من الرأس وهكذا. وفي رأيه أنه كل إنسان لا يمكن أن يكون 100% صحيح، لابد أن يكون هناك عوامل سد لخطوط الطاقة في مكان ما، يجب أن تكون هناك صيانة مستمرة، كما أن خطوط النقل المواصلات التي تعيش فيها المدينة شريان الحياة، عندما يحدث انسداد في طريق ما يؤثر هذا على مجرى سير المواصلات في كل أنحاء المدينة، كذلك أن الجسم الإنساني، جسم الطاقة الحية فيها، إذا حصل فيها انسداد في مكان ما تداعى له السير الجسمي. لما حضراتكم شايفين خطوط الطاقة والنقط بتشمل الجسم كله من الرأس إلى القدم، النهاردة هنتكلم على الخطوط الموجودة قدام حضراتكم على الوجه والرأس فقط. بعض هذه النقط خطوطها تبدأ من الوجه وتنتهي في الأطراف، سواء في الإيدين أو في الرجلين. هذه الخطوط اللي بتبتدي على الرأس أو الوجه هي خط المثانة، ويبدأ من الجهة الداخلية للعين. الخط الثاني هو خط المعدة، ويبدأ من تحت العين. الخط الثالث اللي يبدأ على الوجه هو خط الحوصلة الصفراء، ويبدأ من خارج العين. طبعا الخطوط دي ممثلة على الجانبين بنفس الصورة، يعني الخط اليمين للمعدة موجود زيه خط في الشمال للمعدة، يتطابق الخطين تماما. أخرى تنتهي، تبدأ من أماكن أخرى في الجسم، تبدأ من اليدين أو من القدمين وتصعد حتى الوجه، تنتهي على الوجه. الخطوط دي أيضا ثلاث خطوط، وهما خط الأمعاء الدقيقة، وينتهي أمام الأذن، خط القولون، وينتهي بجانب الأنف، يبدأ من الصباع السبابة. أما الخط الثالث لا ينتمي لجهاز، ولكن ينتمي لنظام، يعرف هذا النظام باسم سوي هيتر، أو منظم الحرارة الثلاثي، أو سانشاو. يوجد أيضا على الجسم خطين، أحدهم من الأمام على المنتصف والآخر من الخلف. الخط اللي موجود على الخلف اسمه دوماي، الخط الأمامي رينماي. أنا
انا بشرح الكلام ده وعلاقه النقط اللي في الجزء العلوي من الجسم عشان نعرف ارتباطه بباقي الخلايا، بباقي الخطوط والنقط اللي على باقي الجسم. امتى يجب استعمال، امتى يجب استعمال النقط دي وتنشيطها وتنبيه الخلايا الطاقه اللي فيها؟ نقط الطاقه هي عباره عن مراكز تجمع الطاقه، وتشبه الصمام او تشبه الابواب او النوافذ التي يجب ان تكون مرنه ويتم صيانتها حتى يتم استعمالها بكفاءة أو إن كان إنها تؤدي لعمل وظيفي للأجهزة التابعة بها بكفاءة. ولذلك ينصح باستعمالها يوميا إن أمكن، خاصة في المناخ البارد أو المناخ اللي فيه رطوبة زي المناخ اللي احنا عايشين فيه. فوائد استعمال وتنشيط الطاقة عموما سواء في الوجه أو في الجسم بالكامل: أولا، بترفع من مستوى سريان الطاقة ومنع تراكمها ومنع حدوث بلوكج أو انسداد إلى آخره، مما يساهم في الوقاية والعلاج في حالات مختلفة. ثانياً، تنشيط نقط الطاقة لا يخدم الموقع اللي فيه الألم أو اللي فيه المشكلة أو اللي بتنشط فيه الطاقة، بل يفيد مناطق أخرى في الجسم. وعشان كده أنا حاولت أشرح علاقة النقط اللي موجودة فوق بباقي النقط. تنشيط النقط دي أيضاً يحسن من الدورة الدموية، مما يساعد في تغذية الوجه وتنظيفه. لما تنشط الدورة الدموية بأي صورة من الصور بدون شك، خصوصا في منطقة معينة، معناها وصول أكسجين تحمله الدورة الدموية للمنطقة، معناها وصول مواد غذائية للمنطقة، معناها بنغذي المنطقة. ولما الدم بيوصل لمكان وبيفضلش فيها، هيرجع تاني في الأوردة، هيرجع شايل مخلفات عمل الخلايا، إذا هيحصل عملية تنظيف وديتوكسفيكيشن. أيضا يساهم في الوقاية والعلاج من حالات مختلفة، منها الصداع، معظم أنواع الآلام، مشاكل الأذن، مشاكل الأنف، أتكلم عن المشاكل دي بالتفصيل أكتر بعدين، مشاكل العيون، الأسنان، الفكين، شلل الوجه. تنشيط النقط أيضا بيرفع مستوى إنتاج مادة الكولاجين تحت الجلد، مما يحسن من نضارة الوجه والجلد. يستعمل أيضا في الإسعافات الأولية إلى أن يتاح فرصة للكشف والعلاج الكامل. تدليك خطوط الطاقة بالوجه والرأس والرقبة أيضا يرفع مستوى جهاز المناعة، خاصة إذا شمل التدليك مواقع الغدد الليمفاوية. الغدد الليمفاوية تكسر خاصة في منطقة الرقبة وأيضا في بعض المناطق على الوجه. لو أمكن تزامن تنشيط النقط ب خدمة أو تنشيط أيضا أو تدليك الغدد الليمفاوية، وبالذات لما بنعمل تدليك ليمفاتيك درينج مساج بيكون دايما في اتجاه القلب، وده بيرفع مستوى الجهاز المناعي. أبسط الطرق هو استعمال أصابع اليد. طبعا حضراتكم ربما تعرفوا أو تسمعوا عن الأكوبريشر. أكوبريشر هو استعمال الضغط بالأصابع أو باليد أو بأجزاء أخرى من اليد، سواء بالضغط المباشر. الضغط المباشر يعني هحط إيدي على النقطة
وبعمل ضغط مستمر مباشر او بالذبذبات، بتحط ايدك على النقطه وبتعمل ذبذبات بدون ما تشيل صباعك من عليها، او بالعصر نمسك النقطه وبعصرها سكويز. هنعرف بعض النقط اللي هيحصل فيها التكنيك ده. بعصر النقطه او بالمسح من نقطة للتانية، يعني هنا مثلا هنعرف النقطة دي بتعمل ايه، في نقطة تانية في آخر الايبراو ممكن بدلك من هنا في اتجاه النقطة اللي بعدها. لكن بالطبع استعمال إبر الأكوبنشر يعالج الطاقة على مستوى أعمق وأشد، سواء استعملت الإبر بمفردها أو استعملت بتوصيلها بجهاز يعمل بالبطارية وبينصبط على ذبذبات معينة. أوضح أهم نقطة ينصح باستعمالها دايما في كل الحالات الموجودة على الوجه والرأس. النقطة دي هي النقطة الرابعة رقم 4، النقطة الرابعة على خط أو ميريديان الكولون اللي معايا الغريزة، وتعرف باسم جوينينج فالي او كولون فور. النقطة دي ما هيش على الوجه ولا الرأس لكنها على اليدين. كلنا لو ضمينا الابهام والسبابة بالشكل ده هنلاقي العضلة دي ومكانها على القمة بتاعتها. For any problem above the neck. Toothache, headaches, ear problems, nose problems, هاي فيفر وتبر. النقطة دي تدلكها ببساطة جدا، بحط الأربع صوابع في الداخل والصباع ده بمنتهى السهولة اللي بحدد مكانها وبعدين بدلك الصباع اللي بها. وفي الغالب النقطة دي وغيرها اللي محتاج علاج وتدليك وفيها مشكلة بنشعر بأنها ليتل سنسيتيف، وأحيانا بتبقى اكستريملي مش ليتل اكستريملي ستندر على اليدين. طبعا كل النقط موجودة على اليمين والشمال زي بعضهم بالظبط. يبقى النقطتين دول في اي وقت انت فاضي فيه النقطة دي it is worth to massage it, to wake it up, to keep it clear, to keep it stimulated on both sides. الورقة دي فيها بعض اهم النقط على الوجه. هنا بعض أهم النقط على جانب الوجه وهنتكلم عنهم كلهم ونعرف استعمالات معظمهم إيه. بعض نقط اللي موجودة على الرأس، وهنا على الرأس والرقبة من الخلف. في الكلام عن مشاكل العيون عايز هنعمل مع بعض حاجة بسيطة كده. كلنا كل اللي هنعمله نعمل حاجة بسيطة جدا بإيديك للعينين، وعايزك معايا كده تحاول تشعر إذا كان في فرق before and after. Okay. What we need to do is to just warm up your hands, the bottom of your hands. Very well. Then just put the right hand on your eyes. Close your eyes, put your eye, the bottom of your hand. Keep your eyes closed, very relaxed, no pressure. Make your eyes feel the temperature, the warmth of your hand. Now you're going to move your hand slightly, very little movement around in a circle. Don't move your hand, just move your eyes clockwise as far as you can, big circle. With the pressure? Very light pressure, just let your eye feel the temperature of your hand and then anti-clockwise. Believe me, there is no age limit to improve your eyesight if you work on it. Very simple, massage your eyes, exercise your eyes,
There are so many tiny muscles and ligaments and tendons around it. Especially when you wait, when you sleep for 6, 7, 8 hours, and sometimes God knows what position you have been in. Some people sleep on their face, some people bury their eyes with heavy pressure on the pillow, and they wake up with headaches or with red eyes or dry eyes and whatever because of the wrong position. But anyway, don't give up. If you need glasses, if you need eyelids, or if you have any problems, dryness, itching, eyes, lacrimation, tears, feeling of sand inside the eyelid, pain around it, swelling around it, just work on it and gradually you will improve and you will feel a lot different. نقطة أخرى مفيدة للعينين في on the roots of your our nose between in the middle. والنقطة دي أيضا مفيدة to improve the quality of sleep. To improve the quality of sleep. يعني الدكتور نعمل مساج ولا نضغط عليه؟ لا، مساج بيحتاج ضغط خفيف. يعني تضغطي. وهنا زي ما قلت في مشاكل هنا بنعالجها بنقط على الرجلين او القدم او الايدين او في اماكن اخرى والعكس صحيح. بالنسبه للاذن الصباع الصغير والرينج فينجر بمشي صباعي بعد المفصلين الصغيرين دول والنقطه دي مفيده جدا للاذن. النقطه دي هنا مفيده جدا للاذن. اوكي؟ برضه هنلاقيها تندر شويه. بحط صباع تحت صباع فوق وبدل كده. النقطة التالية برضو على الإيدين، النقطة دي بالمناسبة برضو المعرفة ما هيش حرام نعرف إن النقطة دي موجودة على خط اسمه سان شارو أو منظم الحرارة الثلاثي. النقطة التانية على خط السمول انتستين، بص كده بتركيز على الإيد لما بتنيها كده بيبقى فيه فالي هنا. لا الخط ده في نهايته قبل ما نوصل للعظم في نقطه مهمه جدا جدا. النقطه دي مهمه للصداع والمشكله الاذن. اوكي، يبقى برضو دي هندلكها بصباعه على الاثنين على الناحيتين. المره دي هنعمل تدليك للاذن والسبب ايه؟ لفايدة الودن أو المنطقة بتاعتها، لا أكتر من كده كتير. على السطح الخارجي للأذن توجد أكتر من 110 نقطة، أيضا في منتهى السهولة ومنتهى الأهمية والبساطة تنبيه كل النقط دي، ومش هتاخد 10 دقايق أو ربع ساعة، تاخد مش أكتر من دقيقة واحدة. برضو بالأصابع هتبتدي تدلك ودنك، هندلك الودن جزء جزء، وفي بعض النقط هتلاقيها بنفل اكتر من غيرها، يبقى بدلكها شويه اكتر او اقضي فيها، يعني ازود فيها 2-3 more seconds. وده معناها ان انت بتعمل سيرفيس بليف ات اور نوت لكل الجسم وكل الاجهزه. كل اجهزه الجسم ممثله في ال 110 نقطه اللي قلت عليهم على سطح الاذن، وحوالي 10 نقط على السطح الخلفي للأذن. النقط دي بتستعمل في علاج كل أجزاء الجسم وكل الأجهزة الحيوية الداخلية، بيساهم في اختيار أنسب النقط، معرفة الأعراض الأخرى المصاحبة للمشكلة. يعني واحد جاي بيقول أنا عندي مشكلة في الأذن، في تينيتس، في وش في الأذن، في دايما ساوند كمز اند جوز في الودان، ما نقدرش كده على طول وي كانت جامب اند تريت ذا اير كانها ايزوليتد فروم ذا ريست اوف ذا بودي. وي هاف تو فايند اوت وات ايلس البيشنت ده بيشكي من امساك، من اسهال، من نوم، من هضم، من توتر، من غضب شديد الى اخره. لان البيكشر كلها تبقى مظبوطه، تبقى باينه كلها، معروفه، اوضح.
ويبقى أسهل كتير نعرف المشكلة دي كلها ابتدت منين والسبب الأساسي أي جهاز. وجزء مهم من العلاج هو واجب المريض يعرف يعمل إيه ويتفادى إيه. كلمة أخيرة عن الألم بأنواعه. الألم في كتير من الأحوال يعتبر نعمة وليس نقمة، فهو زي باقي الأعراض سواء بليدنج، دايريا، هاي تمبرشر، فوميتنج إلى آخره، صداع. دي تعتبر وسيلة إنذار ولغة للجسم بيعبر بيها عن خلل، بشكوى سكرين يقول لك في حاجة غلط أرجو تبحث عنها. يبقى الألم لا يجب التوقف عند علاجه، زي ما بيكون في حريق أو إنذار حريق ما بنعملش سويتش أوف للألارم فقط، لكن بندور على الحريق ونتعلم. الألم هذا والذيوب الأنفية نفس النقاط اللي الصداع العادي نستعملها في الحالة. ممكن تكون كافية إذا كان الصداع خفيف أو ما هوش كرونيك، لكن لو مزمن وشديد الميجرين طبعا يبقى on one side of the body. هذاك on one side of the body relate mainly to the liver. Okay, liver and gallbladder. To the liver and the gallbladder. صداع الميجرين غالبا بيعالج عن طريق النقطتين دول، ونقطتين مشابهين اناتوميكالي مشابهين موجودين على الرجلين على القدمين بين الصباع الكبير والصباع الثاني له. لكن علاج الميجرين اللي هو on one side of the body have to include treatment for the liver and the gallbladder. انا اللي اتهمتك انه هذا خطوط الطاقه الحيويه تكلمت عنها انت هسه حاليا، هذا العلاج هو العلاج المانيوال الايزي جوينج which is time consuming. The latest technology to adjust the human being body. يقال انه هنالك خربطه بالماجنتيك فيلد مال البدي. لأن البدي كله عبارة عن lines of magnetic fields. فإذا somebody subjected to a strong magnetic field, this magnetic field might affect the magnetic field of the body and the whole part or each part of the body in order to readjust it, and then you know, north to south, north to south, north to south, and so on, and everything will be fine. هل هذا صحيح الحكي ولا أنا غلطان؟ 80% مظبوط. وخليني أقول التعرض لأي type of magnetic field أو electric field very harmful. Very harmful. And we don't know, you don't believe how harmful it is. First, it disturbs the balance between our energy, the yin and yang energy. Yin and yang energy في الجسم زي النيجاتيف والبوزيتيف اللي في الكهرباء. التعرض exposure for long time to electric field, the magnetic field, disturb the balance between yin and yang energy. حاجة تانية بتحول الجسم من alkaline state إلى acidic state. يبقى acid. وده كمان مصيبة سودة كبيرة قوي. يعني ايوه بالسرطان، لأن خلايا السرطان acidic. وتحب المجال اللي فيها حموضة وفيها acidity. الوقت اللي كتير تعبان كتير تعبان، إذا يجي ابني أو يدلك لي رغوتي أو يدلك لي كتابي، فرأساً عفواً تجيني يعني أتريا، يعني هذا الهواء ما هو ارتباطه بالعضلة أو المسائل الحساسة بالأذن أو الرأس؟ وما فيش علاقة كبيرة بين المنطقة اللي تدلكت اللي هي رقبة، انت المفروض الحياة تبقى مسترقي خالص ويعني تحس التحسن. لكن انت بقى ساعتها بتفكر في ايه او
او كنت تعبان، ايه سبب الارهاق او التعب؟ ده يمكن جزء من الاجابه او الحل. كنت عايز اركز على النقطه دي، حديثك عن استخدام الانترنت الله طفار، لان الحديث بيتصل بقضايا كثير، يعني فيها وجهات نظريه كثير عن استخدام الموبايل والانترنت وكلها، يعني والكهرباء الالكترونيك عموما، يعني حتى الالكترونيه. انا حقيقه كنت اسمع منك عن مدى، يعني بتفاصيل دقيقه مثلا، هل عن مدى يعني صحه الراي، هل هي فعلا ضاره بالصحه؟ واذا كانت ضاره بالصحه مثلا زي استخدام الموبايل واللابتوب، يعني اقصى زمن لاستخدام مثلا الكمبيوتر او الموبايل، يعني مده من الزمن منها زول بيقولوا لازم ياخذ راح كده 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة. احنا الموبايل مثلا بالذات بقاله كتير اكتر من 25 30 سنة، ما سمعناش عن اي حالة يعني ضرر للناس من الموبايل لحد فايه ليه مركز على الموبايل كل محاضرة دايما بتتكلم على الموبايل، فهي ما فيش اي شكاوي خالص على الموبايل. The real function of the kidneys in Chinese medicine philosophy، هتعرف ان هم مسؤولين عن المخ والجهاز العظمي كله والاسنان وانتاج الدم واليوريناري سيستم الى اخره، يعني ليهم فانكشن بيختلف عن العمل الوظيفي بتاعهم في الويسترن ميديسن، يعني بيغطي اكثر اشمل. فبالنسبه للبيزنس او عدم التوازن اللي هو برضه ليه علاقه بالوش بتاع الاذن، يرجع للكلى تاني نفس الجهاز. Thank you.
والله Thank you.
واسم الحاضرين كل قلبي وانت الخوف
بيه